اهلا بيكم في اول حلقه من كتاب على السريع. النهارده هنتكلم عن كتاب لصحفي الامريكي الشهير والاقتصادي هنري هازلت. الكتاب عنوانه الاقتصاد في درس واحد. طبعا يمكن يكون الموضوع بسيط عند البعض ولكن محتاج لسن التركيز. هنري هازلت واحد من اشهر الصحفيين الامريكيين اللي كتبوا ليه نيويورك تايمز وواشنطن بوست ونيوز ويك وغيرها من اشهر الجرائد الامريكيه. ايضا له العديد من الكتب والمؤلفات. النهارده هنتكلم عن واحد من اشهر كتبه الاقتصاد في درس واحد. يمكن بيتكلم عن عدد من الاشياء الموجوده واولها الطبيعه الجدليه لعلم الاقتصاد. يعني على سبيل المثال بيقول لو عندي اتنين من خبراء الاقتصاد قعدوا مع بعض فيطلعوا بثلاث حلول او اربعه على الاقل. يمكن علشان علم الاقتصاد بيقع في منطقه وسطى بين العلوم او صرامه الرياضيات وما بين واقعيه علم النفس وغيره من العلوم الطبيعيه. الموضوع بينطبق مش على العلم نفسه ولكن ايضا على رواد العلم وعلى المناظرين الموجودين فيه اللي ناس كتير منهم ماتت وحالها بائس جدا رغم ان هم بنوا امبراطوريات وعلموا دول كتير جدا ازاي يكون عندها اموال وازاي تستثمر فيها بطريقه او باخرى. النهارده بنتكلم عن حاجه من الاشياء اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنتكلم عن علم الاقتصاد. اولا نحتاج الى دراسه عميقه للمجتمع مش بس ظواهر سطحيه ولازم نشوف كل طبقات الناس موجودة بالظبط. شبهها بالغابة اللي ما ينفعش تاخد شجرة واحدة وتبني قياسك عليها. لازم تكون فاهم طبيعة الغابة او طبيعة المجتمع وكل الطبقات الموجودة فيه. حاجة تاني كمان انك تبص على المدى البعيد مش بس على المدى القريب لان احيانا بنائك لنظرية اقتصادية او لقرار اقتصادي تحتاج معاه انك تعرف بعد 10 سنين وبعد 5 سنين القرار اللي بتاخده النهاردة ايه اللي هيحصل فيه. وده يمكن يفسر لك كتير من القرارات اللي بتاخدها اي دولة في الوقت الحالي. النهاردة بنكمل مع هنري هازلت اللي بيتكلم عن مغالطة الدمار الخلاق او ازاي ان الحرب نفسها ربما ان بعض الناس بتشوف فيها فرصة ونعمة. ازاي ده اللي اتكلم عنه في كتابه وقال ان بعض الحروب الموجودة في اماكن بتخلق فرص عمل لكتير من الناس اللي مش موجود ليهم فرص عمل. على النقيض دول تاني بيحصل فيها خراب ودمار وبتدفع هي التكلفة او التمن. هنري هازلت بيتكلم عن حاجة سماها تكلفة الفرصة البديلة. يعني لو مش هتاخد الطريق اليمين وهتاخد الطريق التاني هتدفع فيه قد ايه وهيكلفك قد ايه. وده اللي خلانا نسأل سؤال الدول اللي حصل فيها دمار وحصل فيها خراب لو ما دفعتش كل الفلوس دي في اعادة الاعمار اكيد كانت هتوجه الفلوس دي في ايه؟ الاجابة قولا واحدا في ان هي تعمر بلدها وتعمل تنمية وايجاد فرص عمل لكتير من الشباب اللي المناظرين قالوا ان الحرب ممكن تكون السبب في انها توجد فرص عمل ليهم. اذا فخليك حيادي وحاول تحكم على الامور بنفس المنطق اللي هنري هازلت حكم بيه على الحرب او عرض ليه وجهات نظر الاقتصاديين في الحرب سواء كان بالايجاب او بالسلب. في كتاب على سريع هنتكلم كمان عن حاجة من الحاجات اللي قالها هنري. قال ان الانفاق الحكومي وتداعياته من الحاجات المهمة جدا. ازاي يا عم هنري؟ قال باختصار شديد ان قبل النظرية الكنزية ودي واحدة من النظريات الاصيلة في علم الاقتصاد الناس حاولت بقدر الامكان تبعد الحكومة عن كل ما يتعلق بالاقتصاد. ولكن طبعا اكيد الازمنة اتطورت والدنيا اتغيرت وكان لزمن ان الحكومة تدخل حتى على الاقل في اوقات الازمات وتشوف قد ايه ان ليها دور مهم جدا. حاجتين من الحاجات المهمه اللي هنري هيرتز بيتكلم عنهم في النقطه دي تحديدا، اولا مبادئ الحريه الاقتصاديه وتاني حاجه كانت حياديه الموازنه العامه. ودول كانوا يعتبر اشبه بالاصنام في النظريه الراسماليه. حيادية الموازنة العامة بمعنى ان تفضل الايرادات مساوية للمصروفات. ولكن مع تدخل الحكومة اصبح هناك حل من وجهة نظر الحكوميين ان هم يخلقوا عجز ما بين الايرادات والمصروفات او يزودوا المصروفات بشكل اكبر علشان يقدروا يبرروا للناس هم ليه بيفرضوا ضرائب او جمارك في بعض الاوقات على سلع او على الافراد نفسهم. لما نيجي نسال الضرائب دي مصدرها ايه؟ اكيد هيكون مصدرها جيبي وجيبك. وبعض الاحيان الناس بتقول اذا كانت الضرائب مصدرها جيوب الناس او الناس هي اللي بتدفعها فبالتالي اللي كنت هتشتري بيه سلعه واثنين وثلاثه لا هتشتري سلعه واحده او سلعتين وبالتالي
أصبح حجم السوق لا يسع لكل هذا العدد من السلع، يعني سلع هتختفي بالتدريج وسلع تانية هتكون موجودة ولكن مش بنفس الانتشار اللي كان موجود في الأول. ناس بتبرر للحكومة وبتقول إن الضرائب نفسها هي أصلاً نسبة صغيرة جداً ربما لا تكاد تذكر من قيمة السلع أو من المبيعات، وبالتالي الحكومة أصلاً بتاخدها بتوجهها لذوي الاحتياجات وللناس المعدومين ولغيرها من برامج التكافل المجتمعية اللي لازم تكون من أدوار الحكومة علشان الناس تقدر تتعايش كلها على نفس المستوى. مكملين معاكم في كتاب على السريع، وخليكم فاكرين هنري هازلت وقال القاعدتين المهمين: فكر بعمق وخلي عندك تفكير على المدى البعيد مش بس المدى القريب. يمكن تكون دي من المبادئ الأساسية لعلم الاقتصاد اللي احنا بنتكلم عنها. مكمل مع هنري هازلت وبيكلمنا عن ان انا لما اتكلم عن الانسان البدائي كان كل حياته منتهى الراحة، عايش في كهف بياكل من اشجار الغابة اللي هو عايش فيها، ما بيصرفش اي حاجة ومش محتاج اي فلوس او عملات، ولكن مع الوقت ابتدى يطور الات بسيطة علشان يصطاد الحيوانات وعلشان يقدر يشوي وعلشان غيرها من الحاجات اللي تطورت بدواعي العصر، لحد ما دخلنا للثورة الصناعية وهنا ظهرت التكنولوجيا بتأثيراتها الكبيرة جدا. كالعادة أصحاب الاقتصاد شايفين إن بعض منهم بيشوف إن دي حاجة إيجابية وناس تاني بتشوف إن دي حاجة سلبية. اللي شايف إن هي حاجة إيجابية قال إن هي هتوفر كتير من المنتجات اللي إحنا مش قادرين نعملها، واللي شايف إن هي حاجة سلبية قال إن مع دخول عصر التكنولوجيا وعصر الآلة ناس كتير جدا هتفقد وظائفها ومش هتلاقي لها أي فرص للعمل. ولكن لما نيجي نقيم على المدى الطويل وتفتكر قاعدة هنري هازلت فكر على المدى البعيد مش على المدى القريب، هتعرف كويس جدا إن دخول عصر الآلة ودخول التكنولوجيا أتاح لنا الإنتاج الوفير، بمعنى إن السلع هتكون سعرها أرخص، أتاح لنا إنتاج عدد كبير من السلع، أتاح لنا فرص ووظائف أعمال للناس اللي احنا بنسميها الأعمال المصاحبة زي الشغل في التسويق والتوزيع وزي عمال المصانع وغيرها من الناس اللي كانوا موجودين اللي الآلة حلت محلهم، ولكن هم أكيد هيشتغلوا على تسويق منتجات الآلة وعلى توزيعها وعلى الأعمال المصاحبة ليها. الخلاصة مع هنري هازلت اللي بيتكلم فيها ان دخول عصر التكنولوجيا لو بصينا ليه ان هو كان حاجة سلبية يبقى احنا بنبص على المدى القصير، ولكن لو هنبص على المدى البعيد هنلاقي ان الرفاهية اللي احنا عايشينها النهاردة هي سبب من اسباب وجود التكنولوجيا، وان الاعمال المصاحبة الموجودة ليها وانتشار فرص عمل وسيطة وفرص عمل اضافية لناس ما كانتش تحلم اصلا ان هي تشتغل في الحاجات دي وما كانتش اصلا هذه الاعمال موجودة، اذا فما فيش عداوة بين رأس المال وبين العمل. هنا هازلت بص الموضوع من منظور اكبر واتكلم عن التعريفة الجمركية وحماية الاقتصاد. بعض الدول او يمكن نقول بشكل ادق زي ما بيقول هنري هازلت نفسه ان كل الدول بتحاول كفاية ابنائها او مواطنيها وعمل المنتجات اللي هم في احتياج ليها، ولكن مع طفرة الانتاج والتصنيع دول معينة كانت بتمتاز بصناعة بعض الاشياء بشكل كويس جدا، فعملت على ان هي تصدر المنتجات المتميزة لديها لكتير من دول العالم. هنا بنشوف قرار بعض الدول ان هي بتحاول تحمي المنتجات المحلية الموجودة عندها علشان ما يحصلش عملية اغراق سلعي، وبرضه علشان تستفيد بشكل او باخر من السلع اللي جاية، فقالت انا ليه ما افرضش ضرائب اكتر وجمارك اكتر على السلع الواردة عندي. فهنا طبعا زي ما بنقيم بكل حيادية على الجانب الايجابي وعلى الجانب السلبي، يا ترى ايه اللي حصل من هذه السياسات؟ جراء هذه السياسات حصل حاجة مهمة جدا. لو قلنا ان بعض الدول كانت بتصدر مليون سلعة هتبتدي ان هي تقلل عدد الحاجات اللي كانت بتصدرها لان في زيادة جمركية حصلت، بعض الناس ابتدت تحتال على السوق وتفرض جزء من الجمارك والضرائب على المستهلك نفسه، اذا المستهلك اللي كان هيشتري 10 سلع هيشتري 8 سلع بس، وبالتالي صار الاستهلاك اقل بشوية، صارت المصانع اللي بتنتج عندي لو كان 100 مصنع هيقل عدد المصانع ل 80 مصنع او ل 70 مصنع او اقل من كده كمان. على المدى الطويل زي ما متعودين نفكر مع عمنا هنري هازلت هنشوف ان فرض جمارك وضرائب على سلع معينه هيخلي الواردات من السلعه دي اقل، وبالتالي الدوله اللي كانت بتصدر لك مليون بقت بتصدر لك 500,000، وايضا الدوله دي نفسها هتقلل الواردات اللي كانت بتاخدها من عندك، يعني اقتصادك يتاثر بشكل او باخر، يعني مش ذكاء انك تفرض جمارك وضرائب اعلى على كل السلع اللي جايه لك من بره حتى لو كان بدافع حمايه السوق المحلي من الاغراق
او من وجود سلع كتير جدا ما تقدرش انك تنافس معاها. ابرز مثال على اللي احنا بنتكلم فيه الحرب التجاريه اللي دارت لفترات ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين، سواء كان من رفع الضرائب او الجمارك ما بين الاثنين والرد بالمثل، او بتاثير على الحصه الصناعيه اللي موجوده للصين داخل الولايات المتحده الامريكيه وبالمثل حصه الولايات المتحده الامريكيه داخل الصين نفسها. عمنا هنري هازلت بيحطنا قدام سؤال مهم جدا، مين اللي بيحدد نظام الاسعار؟ يعني مين اللي يقول ان القلم ده ابيعه بجنيه واحد ومين اللي يقول ان القلم ده ابيعه بمئة جنيه؟ اكيد مبدا في الاقتصاد احنا عارفينه كلنا تقريبا هو مبدا العرض والطلب، يعني اللي عايز حاجه بيدفع ثمنها، او باختصار كلما زاد الطلب على حاجه، يعني لو ناس كتير عايزه تشتري القلم ده والمعروض منه عدد قليل اكيد سعره هيزيد، ولو ناس كتير عايزه تشتري القلم ده والمعروض منه كتير فاكيد سعره هيكون مناسب لينا. ندخل القلم في جيبنا ونكمل الحدوته بتاعتنا. في النظام الاشتراكي الحكومه هي اللي بتحدد الاسعار لحاجات كتير جدا، لكن نظام الراسمالي اطلق يد السوق وقال هو اللي يتكلم، اللي عايز حاجه بيشتريها واللي عنده حاجه بيعرضها، وبالتالي ظهر عندي كلام ادم سميث في كتاب ثروه الامم وقال عندنا حاجه اسمها اليد الخفيه. اليد الخفيه هي اللي بتحرك السوق زي ما هي عايزه، بتقول ده سعره يعلى او ده سعره ينقص، عندك اتفضل مش عندك فغيرك هيعرض من المنتجات الموجوده لديه، ودي كل القصه فيما يتعلق بتحديد الاسعار. المنتجين ابتدوا يلقطوا طرف الخيط وقالوا طالما ان في حاجات اسعارها اعلى فاحنا ليه ما بندخلش بالحاجات دي؟ فابتدوا ينتجوا الحاجات اللي اسعارها اعلى، وزي ما احنا فاهمين حاجات اسعارها اعلى فغالبا هيبقى المعروض منها اقل، ولكن مع دخول عدد كبير من المنتجين على الخط ابتدى المعروض يكون اكبر بكتير من اللي الناس عايزاه، وابتدى ان يكون في منتج تاني متاح وتالت ورابع وعاشر، اذا فالسعر اكيد هيقل. الربح قل بالتاكيد، ناس كتير من المنتجين ابتدت ان هي تسيب السلع اللي سعرها قل وسافرت راحت لمنطقه تانيه من السوق علشان تنتج حاجات تاني غير المنتجات اللي احنا بنتكلم عنها. يعني زي ما الحكومه كانت عايزه ان هي تخلي السعر يقل، لا، مع خروج المنتجين من السوق السعر هيرجع تاني يزيد علشان المعروض هيقل، ودي كلها الحدوته. لما نيجي نتكلم على سبيل المثال لسعر الطماطم في مصر وصل ل 15 و18 جنيه في وقت من الاوقات من فتره قريبه، ودلوقتي بقى السعر 2 جنيه باختصار شديد علشان المعروض قليل وعلشان كلنا محتاجين السلع. هي دي الحدوته في عمليه تحديد الاسعار. اخيرا هنري هازلت بيتكلم عن زياره معدلات الرفاهيه. معظم الدول بتسعى لزياره معدلات الرفاهيه. النهارده لما نتكلم عن قيمه الفلوس ما بتعرفش المشاعر، الفلوس اللي هتشتري بيها كحوليات هي نفس الفلوس اللي هتشتري بيها اكل لاولادك في البيت، هي دي العمليه اللي احنا بنتكلم فيها. ورغم كده معظم الدول بتسعى لزياره معدلات الرفاهيه علشان يكون في منتجات اكتر والناس تحاول تشتري فيتحرك السوق، وبالتالي تتحرك عمليه الانتاج ويوفر فرص عمل وتوفر عمليه استثمار للاموال، وبالتالي تكون الدنيا اهدى شويه مع اغلب المجتمع. وهنا بيظهر عندي حاجتين، اولا اقرار الحد الادنى للاجور وتثبيته، وثانيها تثبيت اسعار بعض السلع الضروريه. لما اتكلم على تثبيت الحد الادنى للاجور، بالتالي صاحب العمل اللي كان هيجيب عامل ويتفاوض معاه على مبلغ معين مش هيقدر يقل عن ليميت معين او عن حد معين فرضته عليه قوانين الحد الادنى، وبالتالي عدد كبير من الناس هيخرج من القوه العامله لاعداد البطالة. ناس تانية بتفكر عن إقرار بعض الدول للحد الأدنى للأجور علشان توفر أمان لبعض الناس، ولكن من وجهة نظر تانية لما نتكلم بحيادية إقرار الحد الأدنى خلى بعض أصحاب الأعمال بيحجموا عن استخدام عمالة تاني أو إن هم يستغنوا عن بعض العمال الموجودين عندهم. ناس تانية اتحايلت على الموضوع وأضافت جزء من هذه الأموال على قيمة السلعة نفسها، يعني ارتفعت الأسعار بعض الشيء وابتدت إن المركب تمشي زي ما إحنا بنقولها بالبلدي. أما لو اتكلمنا عن تثبيت أسعار بعض السلع الضرورية فالموضوع برضو كان إيجابي وكان سلبي من ناحية تانية. كان إيجابي إنك توفر حد آمن لأسعار السلع اللي الناس المفروض إن هي في احتياج ليها، ولكن كان سلبي إن الناس ابتدت تشتري بشكل أكبر وتخزن فاختفى المعروض من السلع وابتدى إن الطلب عليها يزيد والعرض يقل، وإنت عارف
بالظبط كده، نفس اللي قلته، لما الطلب بيزيد والعرض بيقل فالسعر تلقائيا بيزيد، وبالتالي افلتت الامور من يد اللي عايز يكون في تثبيت لاسعار بعض السلع الضروريه. باختصار شديد، حدوته الاقتصاد علشان تفهمها لازم يكون عندك فهم عميق لكل طبقات المجتمع، وما تبصش تحت رجليك، لازم تبص على التاثير على المدى البعيد، ايه يا ترى اللي ممكن يحصل، وكمان بتضع سيناريوهات محتمله لكل الحاجات اللي ممكن تتخيلها او لا تتخيلها. كنت معاكم رضا الشويخي في اول حلقه من برنامجكم كتاب على السريع لموقع كلمتنا، شكرا ليكم ونشوفكم في الحلقه الجايه وكتاب تاني على السريع. كلمتنا اقول ماشي اوكي كلمتنا. كنت معاكم رضا شويخي في اول حلقه من برنامجكم كتاب على السريع، وخليكم متابعين.